الميزومورف هو بودي تايب عندهم اياه الكثير من الاشخاص. الميزومورف هن اشخاص بيكونوا شكلهم ضعيف ولكن اتلتيك، يعني عندهم عضل بيقدروا دغري ياخذوا كميه من العضل اذا تمرنوا بشكل مناسب، بيكون عندهم فلات ستومك وعندهم ميتابوليزم سريع وما بياخذوا وزن بشكل كثير سريع. كمان هدول الاشخاص تيحافظوا على هذا الشكل من الجسم ضروري يتبعوا دايت مناسب وكمان يتبعوا تمارين رياضيه تا يحافظوا على هالابيرنس اللي عندهم اياها.